فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. إخوان ديالنا السلام عليكم، مرحبا بكم جماعتنا الجبهة. أنتم كنشوفوا كنديروا البير رقم 93 والله قبل عمل المحسنين. هذا البير ديال المسجد، ما عندهمش الماء، دابا غيديو الماء الدوار إن شاء الله، دابا غيديو الماء للمسجد والله قبل عمل المحسنين. لدين عظيم هو السامي، اخوان ديالنا السلام عليكم، مرحبا بكم جماعتنا الجبهه. انتم كتشوفوا غنهبطوا البومبا اليوم ان شاء الله في البير الرقم 93. هذا البير هذا ديال المسجد الله قبل عمل المحسنين. زالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة. إخوان ديالنا السلام عليكم، مرحبا بكم جماعتنا جبان. ثم كتشوفوا طالع الماء في البير رقم 93 والله قبل عمل المحسنين. هذا البير ديال المسجد. ادعوا لي المحسنين. حينما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل صارنا على من ظلمنا، وصلنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أنفع عامنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجمع جمعنا هذا جمع مبارك محمى، وأن يتفرق منه تفرق سالم وموفق معصوما. نسأل الله تعالى المحسنين أن يوفق ربي سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. لأن الصدقة ديال اللي صدق شي حاجة راه ربي سبحانه وتعالى كيخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. نسأل الله تعالى أن يوفق للمحسنين وأن يخلف عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل الجمعيات بغي سهم يتقبض نفرو، طلب ربي سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. نسأل الله تعالى أن يوفق ربي سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، أن يعمر ربي الخزائن سنس المال. نسأل الله تعالى أن يخلف عليهم ما أنفقوا. نسأل الله تعالى أن يوصل صدقاتهم إلى أولاد إلى أولادهم إن شاء الله تعالى، وإلى والدهم. وأسأل الله تعالى أن يبارك في أولادهم إن شاء الله تعالى. طلب ربي سبحانه وتعالى يبارك ربي سبحانه وتعالى مد نفقا ربي سبحانه وتعالى البركة. طلب ربي سبحانه وتعالى للجمعيات للمحسنين
لا في 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 البلاد ولا 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 البعيد. نسأل الله تعالى ان يوفقهم في مهامهم ان شاء الله تعالى. قال ربي سبحانه وتعالى يوفق ربي سبحانه وتعالى لما يحب وترضاه. صدقة سنت استقبال بالوالدين سن استقبال بالرحمه استقبال بالمغفره استقبال ربي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى.